وبهذه المناسبة خلدت أسرة الأمن الوطني بطنجة اليوم الذكرى 67 لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني، وتم بالمناسبة رفع العلم الوطني بثكنة المجموعة المتنقلة للتدخل السريع بحضور عدد من المسؤولين من المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني. وفي كلمة بالمناسبة استعرض والي أمن طنجة حصيلة عمل المصالح الأمنية 2022-2023 فيما يتعلق بزج الجريمة والخدمات الإدارية، مبرزا أن المصالح الأمنية تعمل وفق خطة قوامها الجاهزية والسرعة والفعالية.